بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: عتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله النجباء وأصحابه الأوفياء والتابعين وأن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان مواقيت الصلاة، في بيان مواقيت الصلاة، وهذا يبين وقت العشاء، وهو يبدأ من غياب الشفق الأحمر إلى الفجر، لكن الوقت الفاضل والوقت المختار إلى نصف الليل، والأفضل إلى ثلثه الأول. وهنا هذا الحديث يقول: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم يعني أخر إقامة صلاة العشاء حتى أعتم، يعني دخل في العتمة وهي الظلمة، بمعنى أنه ذهب جميع الشفق وجميع مظاهر آثار الشمس، بحيث بقي الليل أو الوقت كله ظلاما دامسا. فالإعتام هو الدخول في العتمة، أعتم دخل في العتمة يعني، والعتمة كما قلنا هي ظلمة الشديدة. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسمى صلاة العشاء العتمة، بمعنى قال: لا غيب لكم الأعراب على صلاتكم العشاء، فيسمونها العتمة. والأعراب ليسوا يسمون العشاء العتمة، إنما الأعراب يعتمون بمعنى يحلبون إبلهم أو نوقهم، يؤخرونها عادة إلى الوقت المتأخر من أجل طبعا أن يشربوا منها قبل أن يناموا. فعادة الأعراب أنهم يؤخرون حلبة أو الحلبة الأخيرة للنوق أن تكون بعد استحكام الظلام. فمن هنا قال رسول الله: لا تسموا العشاء العتمة، لأن هذا مصطلح عند الأعراب، لكن جاء في الحديث أنه سمى العتمة. فقال: لولا في الحديث لو يعلمون ما في العتمة والصبح. فدل على أنه يجوز تسميتها، وقد يكون النهي في أول الإسلام قبل أن تستقر الأوقات والفرائض، فلما استقرت أصبح معروف العشاء، وإلا الله عز وجل سماها العشاء في قوله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالقرآن سماها العشاء فقال صلاة العشاء، ومن هنا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم تسمونها العتمة. وقال العلماء أن قد يكون هذا في أول الوقت أو في أول الإسلام. وعلى كل حال الأولى أن تسمى العشاء، الأولى ألا تسمى العتمة. ولهذا في قوله هنا أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دليل على أنها تسمى العشاء، أنها تسمى العتمة، لا، إنما هنا يذكر الوقت فقط، أن الوقت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الصلاة في وقت العتمة، يعني في وقت الظلام الشديد. قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، يعني أخرها. فذهب إليه عمر في بيته، طبعا بيت النبي صلى الله عليه وسلم ملاصق للمسجد، فذهب إليه كان طرق عليه البيت أو شيء، فقال له الصلاة يا رسول الله، يعني الصلاة يا رسول الله. طيب الصلاة منصوبة ولا لا يا مشايخ؟ وش الناصب؟ قال الصلاة يا رسول الله، ما هو الناصب يا مشايخ؟ هات ها؟ وهو أحسنت، نعم، يعني الفعل محذوف، يعني أقم الصلاة أو نحو ذلك، نعم، يعني بمعنى أقم الصلاة يا رسول الله. فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، يعني غلب الناس النوم. وفي قوله رقد النساء والصبيان يحتمل احتمالين، إما أن يكون الصبيان والنساء موجودون في المسجد، موجودون في المسجد ويعني غلبهم النوم وهم غالبا ينامون قبلا، أولا لأن النساء عملهن في النهار كثير وشاق، والثاني الصبيان بطبيعتهم أيضا يسيقون مبكرين ثم يغلبهم النوم، أو أن يكونوا في بيوتهم غلبهم وينبغي أن يذهب الناس إلى بيوتهم يكون يجدوا أولادهم مستيقظين إذا كان هناك عشاء نحو ذلك. فهنا يحتمل أن يكون النساء في المسجد والصبيان أو أنهم في البيوت. وعلى كل حال إذا قلنا أنهم في المسجد هذا يدل على أن النساء والصبيان يصلون في المسجد وأنهم لا يمنعون، وأنهم لا يمنعون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فتصلي النساء لكن ملتزمات كما هو معون بالاحتشام وكامل الحجاب، وأيضا تكون صفوفهن خلف الرجال كما هو معلوم. ومر معنا أيضا كذلك في أول الحديث أنهم كانوا يخرجون بغلس، النساء يخرجون حتى لا يعرفهن أحد، بمعنى يبادرن بالخروج والرجال يبقون في المسجد حتى تكتمل النساء في خروجهن، ويخرجن في وقت يعني كما قال بغلس لا يعرفن، أول لحجابهن، والشيء الثاني لشدة الظلمة التبكير بصلاة الفجر كما مر معنا في الحديث السابق. وهنا أن النساء يصلين وكذلك أيضا الصبيان، ولا سيما الصبيان المميزون، ومع أن الصبي يطلق على المميز وعلى من بلغ، يعني الذي لم يبلغ مرحلة الشباب أو الفتوة فإنه يسمى صبي، وإن كان 15 قد يسمى صبي. والمقصود أن الصبيان يحضرون المسجد ما دام أن في حضورهم فائدة ويستفيدون، أنهم لا يشوشون، أطفال يشوشون. ومع هذا يعني كلمة قد من المناسب إرادها، وهو أنه إذا جاء الصبيان إلى المسجد لا ينبغي أن ينفروا، وينبغي أن يشجعوا. وكذلك إذا سبقوا إلى مكان في الصف الأول لا ينبغي أن يبعدوا، فإنهم أحق. فماذا صبي، وإن النبي
صلى الله عليه وسلم قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لكن هذا لا يعني أن يقاموا، لكن ينبغي أن أولي الأحلام والنهى أن يبادروا وأن يبكروا لا أن يقيموا الناس. هذا جانب. والجانب الثاني، إذا جاء الصبيان ينبغي يعلموا آداب المسجد من الهدوء والسكينة وحسن الصلاة وحسن الإقامة في الصف إلى آخره. وأحيانا، وهذا مهم جدا، إما النساء أو الرجال قد يأتي بصبي صغير دون التمييز، بمعنى أنه احتاج، قد يكون في السوق مثلا ودخل المسجد ولا بد أن يأخذ معه هذا الصبي حتى لا يضيع. وكذلك النساء عادة مرة لا بد أن تصاحب طفل صغير إذا جاء المسجد، وقد يكون فعلا ليس عند أحد في البيت تضعه عنده، وإنما محتاجة إلى أن تأخذ صبيها معها المسجد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أدخل في الصلاة أريد أن أطيل فيها، فأسمع بكاء الصبي فأخفف خشية أو مخافة أن تفتتن أمه. فلاحظ هذا 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 الحكم وهذا الموقف من الصبيان. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسمع بكاء الصبي يخفف، وهذا أيضا كل إمام ينبغي أن يخفف على المؤمن ولا يطيل، ولا سيما إذا شعر أن 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 هناك أمرا مشوشا أو حدثا يعني ضجيج في الخارج أو نوع من أحيانا الحركات أو بعض ما يصدر مما يجوز، قد يكون يسمع صوت مثلا سيارات الإسعاف أو يسمع سيارات الحريق أو يسمع أصوات النساء، فينبغي أن يخفف، لأن الناس تكون مشغولة في على بيوتها وأطفالها ونسائها، فإذا سمع شيء من هذا ينبغي أن يخفف. هذا جانب. الجانب الثاني، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلم النساء ولم يلم المرأة وقال لا تأتوا بصبيانكم، إنما قال لا، هو يخفف من أجل الصبي حتى لا تفتتن أمه. وهذا إخواني يعطينا أدب. إذا كنا في المسجد وأحد إخواننا أو جيراننا أو في المسجد أخذ معه صبي أو جاء معه صبي لأي سبب، وإن كان صبي صغيرا قد يكون يحمله، فبكى الصبي وقد يكون الأب يعني استمر في صلاته إلى أن انتهت واستمر بكاء الصبي، فلا ينبغي أن يلام الأب، فلا ينبغي للإمام أن يلوم الأب، ولا ينبغي للناس أن يلتفتوا وينظروا إليه شزرا أو استنكارا، كل هذا لا ينبغي. أولا هو لم يأتي به إلا بالتأكيد إلا لحاجة، يمكن البيت ما في أحد، أو أن أمه مشغولة في البيت أو مشغولة بصبيان آخرين أو غير، أو أنه كما قلنا كان في السوق وجاء يصلي، لأنه لا يمكن أن يترك الصبي في السوق. فإذا ينبغي يا أخواني مثل هذا أن نقدم العذر وأن نقدم أن هذا الصبي، أن هذا الأب أو هذه الأم ماتت بالصبي لتؤذي المصلين أو تشوش عليهم، لا، إنما فعلا هي محتاجة إلى أن يكون صبيها معها حتى لا يضيع حتى لا يهمل وحتى أو أنه مريض تخاف عليه أو نحو ذلك. مثله، ما هذا يحدث كثيرا، إذا
بعض المصلين مثلا يحمل في جيبه الهاتف المحمول جوال، وأصدر الجوال صوتا إما نداء أو كلمة أو كذا أو معروف الأصوات التي تخرج، لا ينبغي أن يلام أبدا، لا ينبغي. نعم نظر لوحات مثلا أو تنبيه يعني أغلق الجوال هذا جيد ما في إشكال، لكن حينما فعلا يحصل أن حامل الجوال صدر من جواله صوت أي نوع من الأصوات، لا شك أن صاحبه سيضطرب حتى يقفي له، وهذا معروف. فلا ينبغي أن يلام، ولا ينبغي أن الإمام يسلم يتكلم وانتم هذا ما ينبغي أبدا. يعني أولا كنت تعلمون أن صاحب الجوال ما كان متعمدا، ولعله أشد منكم اضطرابا وأشد يعني خجلا، وتعلموا كيف يضطرب يفتح يدخل يده في جيبه ويخرج من أجل يقفي له. لا ينبغي أن تزيدوا الطين بلة كما يقال. المقصود أن المسجد وصلاة الجماعة هي دي الألفة ولي التقارب ولإزالة جميع أنواع السخائم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول سووا صفوفكم أو أقيموا صفوفكم أو نحو ذلك يقول لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، بمعنى أنه ينبغي أن يسودنا الرحمة واللين والتعاطف. فحينما يكون هناك فرج في المسجد أو في الصف ينبغي أن ننبه صاحب الفرج بلطف، إما تسحبه بلطف أو تنبهه أو تغمزه بلطف، وهو ينبغي أيضا أن يلين ويأتي، بمعنى ينبغي أن اللين واللطف يصدر من الجميع. ولو أنه لم يستجب إما لأنه لم يتنبه وإما لأي يعني، بمعنى قدم عذره، بمعنى لا ينبغي أن يكون في قلبك أو في صدرك حرج منه. وهنا ندرك يعني نعرف كيف نجلب لأنفسنا التآلف. لا يكون التآلف إلا حينما تكون القلوب صافية وحينما نقدم الأعذار لإخواننا مهما كان. قدم العذر له، لماذا لم يستجب، لماذا لم ينسحب، يعني كان غافل ما انتبه له عذر، قد يكون عنده ألم في رجله يخشى أن 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 الاحتكاك يؤلمه أو نحو ذلك مهما كان. ولو أنك فعلا أردت أن 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 تستفسر استفسر بلطف، استفسر بلطف. فالمقصود أنك اجتهد في حياتك كلها، ليس في المسجد وحده، ولكن المسجد أهم، أن تقدم العذر لإخوانك وأن يكون قلبك سليما وصافيا، واجتهادك في اجتماع الأرواح مقدم على أي شيء. ولهذا من العبارات اللطيفة والحكم التي تساق في هذا يقول كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، كسب القلوب مقدم على كسب المواقف، بمعنى أنه يعني الحفاظ على الصحبة والحفاظ على اجتماع القلوب مقدم على أن تكسب الموقف أو أن تقيم الحجة أو أن تتفوق في النقاش. لا، حفظ القلوب وحفظ الائتلاف مقدم. فالمقصود أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رقد النساء والصبيان، بمعنى يريد الرفق بهم. قال فخرج ورأسه يقطر، يعني قد يكون مشغولا بالاغتسال، بمعنى أنه كان مغتسلا، لأن
المسح لو كان متوضئا وضوءا عاديا ما 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 يظهر ما يقتل الرأس لأنه مسح، ما يدل أنه كان قد اغتسل إما تبردا وإما جنابة وإما، فالمهم أنه كان مشغولا بالاغتسال فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة. أولا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة وليس رحمة للمؤمنين وحدهم بل رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، فهو رحمة ونبي الرحمة وحريص جدا جدا على أن لا يشق على أمته، وهنا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أو على الناس، فهو أي أمر في مشقة فإنه يتجنبه. وهذا يدل أيضا على القاعدة المعروفة أن المشقة تجلب التيسير، فأي أمر يحصل في مشقة فإن ديننا يأمرنا بأن ننتقل إلى الأيسر. طبعا المقصود كما يقول العلماء المشقة غير المعتادة، المشقة غير المعتادة ما معنى هذا؟ معناه أن 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 أي عمل في مشقة، ما في عمل ما في مشقة أبدا، إن المراد هنا المشقة الزائدة. فأصل التكاليف الشرعية تكاليف لأنها كلها مخالفة للهوى فيها كلفة، بل لا يتميز الرجال إلا بمقدار ما يتحملون من التكاليف، فأصحاب الهمم العالية تكاليفهم أكبر، وكلما كان الرجل ذا همة وصاحب همة غالبا تراه يعني توجه إلى المعالي ويتوجه إلى الأمور التي لا يطيقها صغار الهمم وصغار الرجال. فطبيعة يعني الحياة أنه بنى الله عز وجل بناها على الكفاح وبناها على العمل، وأن كل من جد في عمله غالبا يكون خيرا ممن لم يجد، وكذلك التكاليف الشرعية هي تكاليف لكنها في حدود الطاقة، وإذا حصل أن زاد عن الطاقة جاء التيسير، جاءت الرخصة وجاء التخفيف وجاء، لكن ما دام أن في حدود الطاقة البشرية فإنها مطلوبة، وإلا هي كل التكاليف مخالفة للهوى، الصلاة الزكاة الصيام. ولهذا الصالحون يتنافسون بمزيد من العمل الصالح، بمعنى بمزيد من التكليف، لكنها تكاليف هم يعني يدخلون فيها لأنها من النوافل ما ليست من الواجبات، بل هناك تكاليف تصل إلى إزاق النفوس وهو الجهاد. الجهاد لا شك أنه دخول في قتال مع العدو قد يؤدي إلى إزهاق النفوس. لا يستوي القاعدون مع المجاهدين، فهذا الجهاد وهو يعني ممكن تكليف شرعي، وإن كان طبعا هو فرض كفاية وليس فرضان إلا في حياة. على كل حال المقصود أن الأصل هو تكاليف، الأوامر الشرعية تكاليف لكنها في حدود الطاقة، ولهذا قال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي أو الناس لا أمرتهم، بمعنى لا أمرتهم أمر إيجاب، لا أمرتهم أمر إيجاب. أما أمر الاستحباب فهذا مؤكد موجود، أمر الاستحباب هذا ما لا شك فيه، لكن لا بمعنى لا أمرتهم أمر إيجاب.
لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. يقول لولا أشق لقلتكم هذا هو وقت لا تصلون إلا في هذا الوقت، يعني المتأخر حينما يشتد الظلام. ولكن ولا شك يعني أغلب يعني جماهير الإسلام على أنها تصلى مبكرة، العشاء تصلى مبكرة ووقتها في أول الوقت، لكن لو أخرها إما لأنه لم يصل المسجد لغرض أو لأنهم جماعة متفقون وأخرها إلى ثلث الليل فهو أفضل، فهو أفضل. لكن لا، جماعة الناس تكون في أوله لئلا يشق على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أيضا ذكر العلماء أن من فوائد الحديث منزلة عمر، منزلة عمر، وأنه يعني عنده منزلة عند له منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا وسيأتي معنا أيضا حديث أنه طرق عليه الباب وبنوع من القوة وقال يا رسول نام الناس، فهذا يدل على مكانته وعلى أن له دالة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكروا من فوائد الحديث أن الكبار والمقتدى بهم قد يعني يحتاجون إلى تنبيه وينبهون، فأن لا شك أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ومع هذا جاء عمر ونبهه بعض أمور تحتاج تنبيه، فلا مانع طبعا أنه أن ينبه الفاضل أو ينبه القائد أو ينبه كبير القوم أو ينبه الأمير أو ينبه على أشياء قد يعني يكون غابت عنه أو نحو ذلك. فالمقصود أن هذا يعني من فوائد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدعوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. هكذا عندك يدافعه الأخبثان عندك ولا يدافعه الأخبثين؟ يدافع الأخبثين أو يدافعه الأخبثان، شنو عندك؟ يدافعه الأخبثان. هذه رواية على كل حال. عن عائشة رضي الله عنها قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. هذا أيضا من كمال ديننا ومن اليسر في هذا الدين ومراعاة الطبيعة البشرية، وأن التكاليف الشرعية هي لمصلحة الناس، وأنها يعني تكون في مراعية لأحوالهم وظروفهم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، بمعنى أنه لكن إذا 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 قدم العشاء وحان وقت الصلاة فيقدم العشاء. لماذا؟ لأن النفس تكون متعلقة به، لأن المقصود في الصلاة أن يكون حاضر القلب، وإذا كان جائعا أو كان نفسه معلقة أو متعلقة بالطعام فإنه يكون مشغولا، وهذا يشوش على أداء الصلاة على النحو الأكمل. ومن هنا قال إذا أقيم الصلاة وحضر العشاء. لكن العلماء ذكروا أنه أنها أولا يعني لا شك أن هذا غالبا يتعلق بصلاة الجماعة، بمعنى إذا الجماعة أقيمت وقدم عشاؤك فلا مانع أن تترك الجماعة، فالعشاء عذر في ترك صلاة الجماعة، العشاء عذر في ترك الجماعة. لكن ذكر العلماء أن المقصود ليس يعني أي عشاء يعني، إنما قالوا أن يكون أول العشاء حاضرا
جاهز ليس يعد، والأمر الثاني أن تكون فعلا تكون نفسه متعلقة به، لا أن يكون مثلا عنده حمية أو يكون مريض أو يكون لا يشتهيه، لا لابد أن يشتهيه. فإذا كان لا يشتهي، وهذا طبعا قضية يشتهي ولا يشتهي هذا يتعلق به، هو الذي يحكم عن نفسه يشتهي ولا يشتهي. فإذا كان لا يشتهي لا يقدم العشاء على الصلاة. كذلك أيضا قالوا أنه يعني نعم المقصود بمعنى أنه يشتهيه ويكون حاضر موجود جاهز، يعني ليس على القدر ولا على النار، لا زال يعني يعد. والشيء الثاني يكون أيضا ليس عنده مانع من مثلا إما عدم الشهوة ولا حمية ولا مريض، أو فإذا كان كذلك فلا يجلس من أجل العشاء، وإنما عليه أن يقدم أن يؤدي صلاة العشاء. إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. طبعا هذا ليس لا يا إخواني، هذا ليس نتكلم عن الحديث الثاني، لأن الحديث كلها مؤداها واحد. حديث عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين أو يدافع الأخبثان، بمعنى الأخبثان هما البر والغائط. طبعا إذا كان محشور أو يعني فعلا يشعر بحاجة إلى دورة المياه مثلا سواء في البول أو الغائط فإنه لا يصلي وإنما يقضي حاجته. والمقصود إذا كان مدافعة يعني لا تتحمل أو فيها نوع من فعلا المضايقة أو مما يعني يؤثر على الخشوع في الصلاة وحضور القلب في الصلاة. أما إذا كان شيء خفيف أو يعني مبادئ بول مثلا أو حتى يعني هو يعلم من نفسه أنه ليس أمرا يعني مضايقا له فلا، إنما مقصود المدافع، ولهذا قال وهو يدافع مما يدل على أنه في حالة مقاربة لإخراج ما به من أذى. وكما قال قرأ الشيخ يدافعه الأخبثان أو يدافع الأخبثين، والأخبثان هما البر والغائط. والعلماء والعرب عندهم مصطلح من كان قد احتبس بوله سمى حاق، ومن احتبسه الغائط سمى حاقب، ومن احتبسه الريح سمى حازق. فالحازق من احتبس الريح، والحاقب من احتبس الغائط، والحاقن من احتبس البول. المقصود في الحديثين كليهما حديث الطعام وحديث الأخبثين هو ليس أولا ليس استهانة في الصلاة وإنما حفظ للصلاة. ومن اللطيف ما قاله ابن الجوزي ما قاله الصنعاني، قال ليس هذا تقديما لحق العبد على حق الله، ليس هذا تقديما لحق العبد على حق الله، إنما هذا من أجل أن يخلص حق الله حتى يؤدى حق الله على التمام، بمعنى أن يتفرغ الإنسان لحق الله عز وجل. وهذا فقه لطيف، هذا فقه لطيف، ليس تقديما لحق العبد على حق الله، وإنما هو يعني حفظ لحق الله وليؤدى على كماله. وإنما أظن عبارته كما ذكرها الصنعاني وذكرها ابن الجوزي، نقلها عنه صاحب الفتح الحافظ الحجر، قال ليس هذا من باب تقديم حق العبد على حق الله، بل هو صيانة لحق الله سبحانه لئلا يدخل في عبادته بقلب غير مقبل. هذا جميل، وهذا هو الذي نريد أن نتوقف عنده، بمعنى طبعا سواء
الطعام أو الأخبثان أو أي مشغل، أي مشوش، فينبغي الإنسان أن يدخل في الصلاة وهو على كامل الهيئة، لأن يا إخواني لب الصلاة ما هو؟ الخشوع، قوموا لله قانتين على خاشعين. والخشوع هو لب الصلاة، هو لب الصلاة. ما هو الخشوع؟ الخشوع، وهذا كثير ما يسأل الإخوان، يسألون عن الخشوع كثير، يعني في يعني سواء هنا أو في البرامج الإفتائية أو البرامج الإرشادية في القنوات وفي الإذاعات وفي حتى المكتوبة أو المقروءة أو المسموعة، يسألون ما هو الخشوع، أو كيف أخشع في الصلاة، كيف أخشع في الصلاة، أو وكثير يظن يعني إلى حد ما أن الخشوع هو البكاء، وأنه إذا لم يبكي أنه ليس بخاشع. لا شك أن البكاء إذا يعني بكى الإنسان من خشية الله وبكى، هذا لا شك أنه له فضله، ويعني عينان لا تمسهما النار، عين باتت تخشى سبيل الله وعين بكت بخشية الله. فهذا لكن لا ليس كل الناس يخشعون، وليس في كل الظروف في كل الأحوال يخشع الإنسان، وأنتم تعرفون هذا يعني، أو يبكي الإنسان. فإنما النفس البشرية لها إقبال ولها إدبار ولها حضور ولها ذهول، لكن الصلاة لابد فيها من الخشوع. وليس الخشوع أيضا أن الإنسان ما يسرح، أحيانا الصعوبة الإنسان لما يسرح، وإن كان تختلف الناس في هذا. المقصود من 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 الخشوع هو حضور القلب، بمعنى أن يكون حينما تؤدي الصلاة يكون قلبك حاضرا ومطمئنا. وهذا مهم جدا، أن تجتهد في الصلاة أن تكون مطمئن. الاطمئنان الهدوء وسكون الجوارح وضبط الجوارح، سواء حركات الأيدي، حركة الجسم عموما، الأعين، تلقي ببصرك هنا وهنا. لا، اجتهد في أن عليك السكينة وعليك الطمأنينة، هذا هو الخشوع. أما إنسان يذهل أو إنسان أحيانا لا يبكي، هذا ما يعني له إقبال وله إدبار. إنما اجتهد فيما تملك، وهو الهدوء والطمأنينة والسكينة والسكون، والاجتهاد في حضور القلب، هذا هو الخشوع. ولهذا جاء الشرع بأن تأتي الصلاة وقد أبعدت عنك المشغلات من الطعام ومن الخبثين ومن المشوشات. اجتهد أن تدخل الصلاة وقد أنهيت ما قد يشتغل به قلبك أو ينصرف إليه قلبك حينما تقوم بين يدي ربك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.